بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين والمستمعات في إذاعة نجوم اف ام، أهلا بحضراتكم في الحلقة 16 من برنامجكم الحائفين، والموضوع عن البيعة. كان الخطاب الديني المغرض اللي استمر أكتر من 80 سنة من يوم إعلان تنظيم الإخوان المسلمين اللئيم سنة 1928 لحد لما حققوا غرضهم واستولوا على حكم مصر سنة 2012، كان بيحشد للبيعة وكأنها من فرائض الدين زي الصلاة والصوم. ومن شدة مكر الإخوان وخبثهم كانوا بيركزوا في الترويج للبيعة في أوساط الشباب والفتيات في سن المراهقة، فكانوا بيتلقفوا كل من بلغ سن ال 14 لحد ال 21 سنة تقريبا، ويصطادوهم بطريقة ناعمة أثناء ذهابهم لصلاة الجمعة أو ممارستهم لهواية الكورة أو ممارستهم لأي نشاط شبابي، وما يفرقش معاهم إن يكون نشاط الشباب في الأندية الرياضية ولا المدارس ولا الجامعات أو حتى في الشوارع والساحات الشعبية، ويسيبوا كل شاب أو فتاة بحسب هواه. اللي بيحب يقرأ قرآن يشجعوه، واللي بيحب الكورة يشجعوه، واللي بيحب العنف والكاراتيه أهلا وسهلا وله معاملة خاصة مع الكبار، واللي بيحب الغناء والموسيقى مفيش مانع، واللي يربي دقنه جميل، واللي يحلق دقنه وماله، واللي تتحجب حلو، واللي تحب السفور والتبرج يقولها الدين ما عندوش مانع. أي والله، ودي شهادة بقولها لوجه الله بحسب ما شفت بعيني وسمعت بودني من قيادات إخوانية في المنصورة. طب شوفوا قيادات الإخوان اللي ظهروا على السطح في 2012 لما استولوا على حكم مصر، مش كان أكتر زوجاتهم وبناتهم متبرجات حتى النهاردة، وأبنائهم الشباب لابسين حظاظات وسلاسل ذهب في أعناقهم لحد النهاردة؟ ده مش سر، الإخوان الضحايا هم الطيبين المغرر بيهم، ودول ملهمش حظ في أي نصيب عشان طيبين. أما اللي أخدوا مناصب في 2012 فأكترهم ناس عايشة حياتها قوي، وأكتر من كده هو مش الإخوان أو عزم لبعض قياداتهم إن هم يألفوا كتب دينية تقول إن الحجاب مش واجب ولكن الواجب هو الحشمة، ومش مهم غطاء الرأس أو الرقبة للمرأة. في سنة 2005 جاتني دعوة لحضور مؤتمر عن دور المرأة وحقها السياسي، وكان المؤتمر ده في العين السخنة، وفوجئت بإن كان من المدعوين القيادي الإخواني السوري المعروف الدكتور الطبيب هيثم الخياط، وكان بيشتغل في فرع هيئة اليونسكو في مدينة نصر بالقاهرة. وطبعا أنا عارفه كويس وقابلته مرات في مؤتمرات بالكويت سنوات قعدت فيها، والمفاجأة الأهم إن لقيت الدكتور هيثم الخياط بيوزع لنا كلنا نسخة من كتابه الجديد عن المرأة، وهو بيقدم لنا الكتاب كان بيفتخر ويقول إنه كتاب باجتهاد معاصر، وإنه اكتشف فيه بإن الحجاب للمرأة مش واجب ديني، وإنه فخور إنه مصطحب معاه زوجته وبنته اللي اقتنعوا بكلامه. وكل الناس اللي كانوا في المؤتمر شافوا زوجته وشافوا بنته من غير حجاب، ووالله اكتشفت بعدين ان كل اللي كتبوا عن حجاب المرأة واخدوا بالمسطرة من كتاب تحرير المرأة لقاسم امين اللي مات سنة 1908 عن 45 سنة، وكل أصحاب الخطاب الديني في الوقت ده هجموه واتهموه في دينه وفي وطنيته. تمر الأيام ولما يقدم فكر الكتاب قيادي إخواني يبقى شرعي. عجيب، كل حاجة شريفة تهون عند الإخوان إلا حاجة واحدة بس، عارفين هي إيه؟ هي البيعة. البيعة دي هي الدين، البيعة دي هي مفتاح الجنة. اللي ما يبيعش المرشد يبقى كافر أو مستباح الدم والعرض والمال، واللي يبيع المرشد ضمن صفة الإسلام ومفتاح الجنة. يعني نمشي على حل شعرنا وندخل الجنة بالبيعة؟ هو ده مذهب الإخوان. عشان كده بتلاحظوا إن الإخوان ما بيغضبوش من الكذابين والغشاشين والمرتشين وتجار المخدرات، والدنيا مفتوحة عندهم قوي. الشيء الوحيد اللي هو خط أحمر هو البيعة. لو واحد خالف ضوابط البيعة مالوش حل غير التكدير ويتحط في القايمة السودة، ولازم يعرف انه هيتحرم من الجنة عند ربنا اذا كان ربنا بيقول لنا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الاخوان بيقولوا لاتباعهم ان هم يسامحوا في كل شيء الا البيعة. نقول لهم ليه البيعة؟ يقولوا لنا لان ورد حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قالوا: سمعتوا النبي بيقول ايه؟ اللي هيخلع ايد الطاعة مش هيكون له حجة يوم القيامة، واللي مش هيبايع هيموت كأبو جهل جاهلي، والعكس بقى صحيح. قلنا لهم: وماله، بس هنطيع مين وهنبايع مين؟ إجابتهم جاهزة، قالوا: تطيعوا جماعة الإخوان وتبايعوا مرشد الإخوان. طب ليه الإخوان ومرشد الإخوان؟ قالوا: عشان إحنا الجماعة الناجية، لحديث البزار عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 70 فرقة، إني لأعلم أهداها. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قلنا لهم: الحديث ده سند ضعيف عند أهل الحديث، وأكثر روايات الحديث عند الإمام أحمد والحاكم والديالمي وغيرهم بتقول: كلها أي الفرق في النار إلا السواد الأعظم، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والسواد الأعظم هم اللي مش منضمين لأي جماعة. قالوا: خلاص، ربنا بيقول لنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قالوا: وإحنا الإخوان. قلنا لهم: إخوان إيه؟ ده أنتم مواليد 1928 الموافق 1348 هجرية، يعني بعد موت النبي بحوالي 1338 سنة هجرية، والآية القرآنية بتخاطب المسلمين من أيام النبي. فالإخوة الدينية بحكم ربنا مش بالدخول في تنظيمكم السياسي المشبوه. وهنكمل لحضراتكم بعد الفاصل. عدنا لحضراتكم وأهلا بيكم من جديد في برنامجكم الحق فين. هو احنا اسلمنا لله عشان نبايع ربنا، ولا عشان نبايع بشر زينا زيه؟ هو مش مرشد الاخوان وامير السلفيين بني ادم زينا وهيتحاسب زينا؟ اذا كلنا لازم نبايع ربنا، مش نبايع واحد فينا. احنا لو اخترنا رئيس او حاكم عشان يدير شؤوننا مش نبايعه كاله في الارض، لا، لكن الكلمة كلمة الشعب وكلمة اعضاء مجلس الوزارة، مش كلمة الرئيس بس. هو رئيس مجلس الوزارة له صوت زي اي صوت في مجلسه، يبقى سمع وطاع ازاي لمرشد او امير؟ ده لما طلعت الإشاعة على سيدنا عيسى عليه السلام إنه طلب تعظيم نفسه، ربنا ما فوتش الإشاعة دي. لازم تكون العظمة لله بس والبيعة لله بس. نسمع لربنا بيقولنا إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شفتوا البيعة المطلقة بتكون لله مش للرسل ولا للأمير ولا للمرشد ولا لأي مخلوق حتى الوالدين. مفيش مخلوق هينفعك يوم القيامة ولا هيغنيك من الله، يبقى تبايعه ليه؟ بايع ربنا بس، لأن الفضل فضله والحساب حسابه والعقاب عقابه، ومفيش مخلوق هينزع الحكم لما هيقول لمن الملك اليوم، فمحدش هينطق فيجيب الله عن نفسه. لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فإذا كان النافع والضار هو الله، يبقى إزاي تخونه وتبايع غيره؟ شرط الإيمان بالله إنك تخلص له مباشرة، وتقول اللي يخلصك من ربنا، وتعمل اللي يخلصك من ربنا بحسب رؤية قلبك، مش توجيهات وأوامر شيخك ولا أميرك ولا حتى والدك. نسمع لربنا بيقولنا إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وآه لو خنت قلبك واستجبت لطلب مخلوق شايفه بقلبك غلط، بحجة إنك بيعته ولا بإنه قريبك ولا من جماعتك، فأنت مش هتحترم نفسك
عشان كده ربنا توعد اللي مش محترم نفسه ده ووصفه بالفسق المستمر، لان اللي ما يحترمش نفسه بيقبل المهانة على طول. نسمع لربنا بيقول لنا ايه؟ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لازم تقول لا للحاجة اللي قلبك بيرفضها وتقول اه للحاجة اللي قلبك بيرتاح إليها، ولما تتردد في شيء اسأل واستخير، وبرضه القرار النهائي لقلبك اللي هتقابل به ربنا، وأمامك باب الانسحاب وهو إنك تغلق على نفسك بابك في المسألة الشائكة اللي قلبك مش قادر ياخد فيها قرار. واوعى تستسلم لامر المرشد او الامير بزعم انك بيعته، دي بيعة باطلة كأنها لم تكن. البيعة الوحيدة الشرعية هي بيعة العقود في معاملات الناس مش في الدين، لقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وحديث البخاري تعليقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. ومن الباب ده التزام الموظف بحدود وظيفته، والعامل بأمانة عمله، والجنود بأوامر قائدهم في المهمة العسكرية الموكولة إليهم، كما قال سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيمة. البيعة دي بيعة خاصة في مهمة الجيش الشريفة، ما ينفعش تلتحق بالجيش أو بالشرطة وتخون أمانتهم. طول ما انت واحد من أفراد الفرقة فمالكش حل غير إنك تكون أمين ومطيع لأمر القائد في المهمة الرسمية الموكولة ليكم، وإلا فأنت خائن لله قبل ما تكون خائن لزميلك. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإذا انحرف القائد عن المهمة الرسمية الموكولة إليه فأصدر أوامر خارج نطاق المهمة فليست هذه الأوامر من العهد المأمور الوفاء به ومردها إلى ضمير وقلب متلقي الأوامر، لأن البيعة لله مطلقة، والبيعة لغير الله لا تصح إلا في العقود المشروعة، وعلى قدر نطاق هذه العقود لا تزيد. في حديث أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له وأن يطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له الحطب، ثم قال لهم أوقدوا فيه نارا فأوقدوا فيه النار، ثم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وأن تطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوا النار واحدا بعد الآخر. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف بحسب المعروف المعلن، زي القوانين واللوائح الرسمية طاعة المدير مقيدة في حدود اللوائح والقوانين. شوفوا رحمة الدين وتكريمه للإنسان بتطمينه إن لو الواحد فينا تورط وبايع المرشد أو الأمير بيعة دينية تبقى بيعة باطلة في حكم العدم، لأن الدين غير قابل للبيع أو التبرع لا ببيعة ولا بغيرها، دينك لله وبيعتك لله. وإذا كان للصايم دعوة مستجابة فيا رب نور بصرتنا وعرفنا الحق فين وارزقنا اتباعه، وإلى لقاء بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من الحق فين.